في حد ذاته يعتبر نجاح لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن كل يوم الناس تسمع اسم مختلف هو اللي هيمسك النادي الأهلي. فالسرية واضحة، وده في حد ذاته في الحقيقة نجاح للمسؤولين عن هذا الملف داخل النادي الأهلي. رأيك إيه في الخبر؟ خليني أقول لك إنه أنا أتفق معك في إنه فكرة إنه السرية، وفكرة إنه حتى الآن يمكن ده بقى شغلي أو دوري كإعلامي إن أنا بدور على المعلومة. أعتقد بشكل شخصي أنا ما كتبتش أي حاجة مثلا طول الفترة اللي فاتت عن موضوع المدير الفني للنادي الأهلي، ولا تكهنات ولا حاجة، لأنه مع إن إحنا على مدار الحلقات اللي فاتت يا عمر بص كل العناوين عن المدرب وأسماء وناس بتطرح أسامي، السوشيال ميديا بتطرح أسامي، الصحف، المواقع. أعتقد إنه المرة دي الوضع مختلف شوية. أنا فاكر كويس جدا يوم التعاقد مع مارتن لسارتي، أنا كنت ضيف لقناة النادي الأهلي هنا وعلى الهواء جه الخبر، كان زميل عمر ربيع ياسين على الهواء، الاهلي اتفق مع المدرب الاورجواني مارتن لاسارتي. وكان اسمه مش مطروح اصلا، ما كانش بالظبط اسم مارتن لاسارتي لم يكن مطروحا تماما في اي وسيله اعلام ولا حتى في الاحاديث الخاصه لحتى المسؤول النادي الاهلي. تمام، فده نجاح مش جديد على النادي الاهلي، ما اعتقدش انه الموضوع جديد فعلا. لكن يستحق الاشاده لانه كمان النادي الاهلي طول الفتره اللي فاتت كان عليه العين طول الوقت هنا، وظهر له منافسين واختفوا، والوضع ما كانش في إطاره الطبيعي في الموسم اللي فات. لكن لما نيجي نتكلم انه السنة دي مجلس إدارة النادي الأهلي بياخد قرار مش بانه بيغير تاني المدير الفني ده، لانه شايف انه محتاج في المرحلة الجديدة مع المجموعة الكبيرة من اللاعبين اللي تم التعاقد معاها، وبالمناسبة هم افضل لاعبين انا شايفهم موجودين في مصر في الوقت الحالي. يعني السكواد الموجود في النادي الاهلي دلوقتي هو الافضل. محتاج مدرب يكون على قدر طموحات النادي الاهلي. مارتن لاسارتي ما حدش يقدر يقول عليه انه مدرب فاشل، في النهايه هو الراجل اخذ الدوري طبعا، واخذ دوري صعب. لكن في النهايه هو مش على قدر طموحات جماهير النادي الاهلي، ومش قادر ما قدرش يستوعب فكره انه المدير الفني للنادي الاهلي ما بيبقاش هدفه انه ياخد الدوري بس. يعني هي دي مشكله لاسارتي، انه كان مقتنع انه انا اخذت الدوري في ظروف صعبه، فمفيش مشكله ان انا اخرج من افريقيا واخرج من الكاس. بالنسبه له ان ده كان الانجاز الاكبر، انه عمل انجاز. وعلى فكره هو انجاز لاسارتي مش انجاز نادي الاهلي. نادي الاهلي الطبيعي بياخد الدوري. يعني انا من يوم ما وعيت على الدنيا نادي الاهلي بياخد الدوري. انا شفت الزمالك بياخد الدوري مثلا مرتين ثلاثه مثلا، يعني الاسماعيلي شفته مره. تمام، صح. لكن الاهلي المنطق بتاع الامور في مصر انه نادي الاهلي هو بطل الدوري، لانه بيكون الاجهز، يعني الاعداد بتاعه وتوازن فريق النادي الاهلي وقرارات مجلس ادارته واستقراره الفني بيكون متوفر له طول الموسم، فده طبيعي. لكن في ملف المدير الفني انا اعتقد برضو ان النادي الاهلي هيفاجئ الجميع باسم متوقع كده، في توقعي انا الشخصي انه اسم هيكون كبير في عالم التدريب. اسم هتكون اكيد الجماهير كلها عرفته وتابعته قبل كده، لكن ما كانتش تتوقع انه يجي يشتغل في مصر. تمام، فانا في تقديري وتوقعاتي بدون معلومات، هي توقعات بدون معلومات، توقعاتي ان ده اللي هيحصل، وان المدرب اللي جاي اكيد هيكون على قدر اسم النادي الاهلي، وهيكون فهم كويس جدا هو رايح يعمل ايه في النادي الاهلي، واهداف النادي الاهلي ايه في المرحله اللي هو هيبقى موجود فيها.